يسعد أوقاتكم مشاهدينا الكرام، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج حلي قلبك، وإن شاء الله تكونوا عم تجربوا وصفاتنا. دايما بحب اسمع تعليقاتكم وشوف صور حلوياتكم يلي عم تحضروها. وصفتنا اليوم كتير سهلة وسريعة، بدها وقت قصير بالفرن لتكون جاهزة، فيها بس 4 مكونات بسيطة. أنا وياكم اليوم رح نعمل بسكويت باللوز. بيلزمنا 2 كوب طحين، 1 كوب سكر ناعم، 1 كوب زبدة غير مملحة، و3/4 كوب لوز مقشور. بدنا 1 كباية زبدة، بدنا نخفق 1 كباية الزبدة لحوالي 5 دقايق. فيكن تخفقها بمعلقة خشب إذا بدكن أو بهالخفاقة، خفاقة الإيد. كي بعد ما خفقنا شفتوا كيف السميك صار لونه شاحب، منضيف 1 كوب سكر بودرة ومنخفقهم لمدة 5 دقايق كمان. لكن حطينا 1 كباية زبدة خفقناها بإيدنا لمدة 5 دقايق مش بالمكسر. بعد ما خفقناها لمدة 5 دقايق حطينا 1 كوب سكر بودرة وخفقناها لمدة 5 دقايق أخرى بالإيد مش بالخفاقة، حتى يطلع عنا هيدا اللون الأبيض الشاحب، لأن هيدا هو لون الكعك. بدنا نحط 2 كباية طحين، بدنا ندعك العجين بإيدنا شوي هيك بالمعلقة قبل ما نعملها بإيدنا، تطلع عنا عجينة متماسكة حتى نقدر نشتغل فيها. تشعروا أنتوا عم تدعكوا تشعروا قديه خفيفة، لأن قد ما خفقنا الزبدة والسكر الناعم، شوفوا من تحت إذا عندكم بعض طحين مش ممزوج بالخليط، كل ما دعكتوها كل ما صارت أحسن متماسكة. خلصنا هيك، هلأ بدنا نحطها بهالوعاء ونغطيها لمدة ساعة لنريح العجينة، بعدين منشتغل فيها منقرصها ومنحطها بالفرن. بعد ما ريحنا العجينة لمدة ساعة منجيب صينية، حطينا هون ورق خاص بالخبز، ناخد كمية عجين تقريبا قد الجوزة، نحطها، نجيب لوز نزين ب3 أو 4، نحن وعم نزين نضغط عليها. هلأ منحط الحرارة 180 درجة لمدة 1/4 ساعة. بعد ما حطيناهن لربع ساعة بفرن منشيلهن. تمام، بدنا نعمل شاي كركديه معه. دور نار ليغلي المي. يغلي المي نطفي تحته، بعد ما بردوا حطهم بيجات للتقديم. ملنا هون شاي كركديه، فيكن تعملوا اي نوع شاي ينسون معه. والف صحتين. بتمنى مشاهدينا انكم تجربوا هالوصفة لتحلوا قلبكم. نحن دايما جاهزين لنسمع آراءكم ونجاوب على أسئلتكم. انتظرونا بوصفة جديدة بحلقة جديدة. إلى اللقاء.